تعدل معايا صوتك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حد يطلب الاسعاف بسرعه، حد يطلب الاسعاف، حد يطلب الاسعاف. استر يا رب، على مهل، استر يا رب، على مهل، استر يا رب، على مهل. هو ده لما نفسه قدام العربية، هو ده لما نفسه قدام العربية. والله استر يا رب. أنا مش عارف بس هو عمل كده ليه. أنا أقول لك، أنا بقى جاي لك من المستقبل عشان أقول لك اللي هيحصل. وراجع تاني على فكرة، Back to the future. بص يا سيدي، الراجل اللي عدى دلوقتي ده يا إما هيموت يا إما هيطلع عنده إصابات هتحتاج لعلاج أكتر من 21، وإنت هيتعمل لك تحليل مخدرات وهيطلع للأسف إيجابي. حتى لو إنت مش بتتعاطى، إحنا هنخليك بتتعاطى وهتتحبس وهيطلع عينك، وهتجيلي لحد عندي راكع وتبوس جزمتي عشان أخرجك منها. ده مش عشانك، ده عشان إخواتك، أختك وأخوك الغلابة اللي هيتبهدلوا من بعدك. وساعتها بس هتتعلم إن إنت ما تنفش شعر صدرك وتعمل لنا فيها ذكر قوي وإنت عيل لا مؤاخذة أهبل مالكش لازمة ولا ليك تمن، لا انت ولا امك اللي فلقتنا بيها. على فكرة انت كنت قلتلي اخر مرة في العزاء ان انت مالكش اخر، صح؟ بس انا بقى اكتشفت اني ليك اخر، بس على ايدي. ها، ايه رأيك فيا بقى؟ جامد انا شديد تنسيني.